في إنجاز يعد الأول من نوعه في لبنان، قام ابن مدينة صور الدكتور علي سلام بورجي بعملية استئصال نواة البروستات بواسطة ليزر الهولميوم في مستشفى جبل عامل. إنجاز هو الأول والأهم لما يخفف من آلام على المريض ولما له من نتائج إيجابية على صعيد حياته مستقبلاً. مثل ما بنعرف أنه تضخم البروستات هو مرض كتير شائع عند الرجال خصوصي بعد عمر 50، وهيدا المرض بيعطي عوارض أكيد عند التبول. ومنعرف أنه عمليات تضخم البروستات تطورت مع الوقت، ونحن بلبنان وبجبل عامل عملنا أول مرة استئصال نواة البروستات عن طريق الليزر، ونوع الليزر هو الهولميوم. هذا لأول مرة بيستعمل بلبنان. خصائص هذا النوع من الليزر أنه المريض بخلال 24 ساعة نقدر نشله ميل البول، بيرجع على بيته وبيمارس حياته الطبيعية بشكل كتير طبيعي وكتير منتظم. نحن بنعرف كمان أنه تطورت العلاجات، كنا قبل نضطر مثلا نعمل شق إذا المريض عنده بروستات كتير كبيرة فوق 100 جرام، أو حتى كنا نستعمل الناضور الكلاسيكي العادي. مع الليزر أولاً المريض عم بيربح، يعني عم بيخف الوجع عنده، نزيف أكيد أقل بكتير، 24 ساعة بس بالمستشفى بيعود حياته الطبيعية. وهلأ مع هيدا التطور أو هيدا النوع من الليزر وهيدا التكنولوجيا بطل عنا حاجز حجم البروستات. كنا قبل نقول أنه كل بروستات فوق 80 أو 100 جرام يشق، أو حتى النضور العادي ما نقدر نشيلها بشكل كامل. هلأ نحن قادرين نشيل نواة البروستات بشكل كامل، نعطي المريض يعني نتيجة 100%، مش بس نتيجة 100%، نتيجة 100% يعني ما بترجع المشكلة عنده بعد 5 سنين أو بعد 10 سنين، لأنه عم نستأصل كل نواة البروستات بشكل كامل. فهيدي هي أهم ميزات هيدا العلاج، وهلأ صار متوفر هون ورح يصير بأكتر من محل كمان بلبنان، بس نحن كنا بالأول هون بصور، ونحن جاهزين تنقدم هذه الخدمة لكل المرضى إن شاء الله اللي بيعانوا من هذا الموضوع. هلأ العملية صارت عند مريض بعمر 70 سنة، وهذا المريض كان عامل قبل عمليتين للبروستات، لنواة البروستات، عم نحكي عن تضخم البروستات عن طريق النضور الكلاسيكي العادي، وكان بعده يعني بعد كل سنة أو سنتين عم يجي ينزعج بطريقة كتير كبيرة. عملنا صورة، وعملنا صورة صوتية وصورة عادية، وعملنا أكيد فحص سريري، وبين أنه رجعت عم ترجع تفرخ أو تكبر غدة البروستات بشكل كتير كبير وبشكل كتير سريع، وهذا دليل أنه كان النضور الكلاسيكي العادي منه كافي ليعالج المشكل بطريقة نهائية 100%. اللي عملناه أنه فتنا أكيد بالنضور واستعملنا الليزر، وقدرنا نرجع نستأصل كامل نواة البروستات. المريض قدر يطلع تاني يوم على بيته بشكل كتير سلس، قدرنا نشيل الميل بعد أقل من 24 ساعة، طلع على بيته وعاود حياته الطبيعية بكل سهولة وسلاسة. بيبقى نعرف كمان أنه هذه العملية مثل أي عملية تانية، مثل أي يعني نضور، رح يضل أكيد في شوي حريق بالبول على فترة كتير قليلة، ومن بعدها كل شيء بيرجع بينتظم بشكل 100%.